الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بالمسرات، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الندوة المباشرة، حيث سنناقش هذه الأمسية الرمضانية موضوع من المواضيع المهمة في الجزائر. كيف ذلك؟ موضوع يهم الكثير من المتابعين للشأن الجزائري، سيما وهو أن اللامبالاة هذه أصبحت يعني مرض ينخر الجسم نتاع الأمة، وبالتالي لابد من التطرق لهذا الموضوع والبحث عن الأسباب والمسببات اللي وصلتنا لهذا اللامبالاة في الأسرة، في المجتمع، في المؤسسات، في المسجد، في كل مكان. يعني اللامبالاة موجودة في كل مكان، بالتالي نحاول هو أننا نتناقش، وهو أنه نستفاد من بعضنا البعض من خلال هذا الإثراء نتاع هذا النقاش. معي على المباشر الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ نوري، الموضوع تاعنا اليوم هو إذن اللامبالاة في الجزائر. بداية ككل برنامج نبدأ بالتعريف نتاع الموضوع. اللامبالاة وش هي الأخ نوري، وش هي الأنواع نتاعها؟ نعم، هو في الحقيقة يظهر لي حتى أنه لامبالاة لموضوع اللامبالاة حتى باش نكون يعني واضحين. نعم ما يهمش، نحاول ذلك. هو في الحقيقة مما يمكننا قوله حول هذا المصطلح في آونتنا الأخيرة هو أنه أصبح ظاهرة في انتشار واسع على جميع المستويات وبمختلف الطبقات والأفراد والجماعات وما شابه ذلك، وبالتالي هي في الواقع هي حالة قد تكون نفسية عندما يتعلق الأمر بالفرد بصفة خاصة، ثم لما تنتشر بشدة وتتوسع تصبح ظاهرة نفسية اجتماعية بطبيعة الحال هي سلبية تصيب المجتمع عموما. ولا شك أن هذه الظاهرة السلبية عندما تغزو وتسير في جميع عروق التركيبة الاجتماعية القائمة ينتج عن ذلك أمور أخرى أشد خطورة بالنسبة للقضايا العامة والأهداف المشتركة، ومما يحدث ذلك من زعزعة الأسس والمبادئ الرئيسية للبنية الاجتماعية، ومما يؤدي إلى الانفلات والتشتت وذلك. الآن هذا المصطلح المبالاة ربما قد يظهر للبعض أنه يعني كلمة بسيطة ما تأثر، ما عندش تأثير كبير. فهذا المصطلح الذي يحقره الجميع دمرت أمم به، حطمت مشاريع وبنايات، ضاعت ثقافات وقيم وعادات ولغات، تدهورت صحة الكثير من الناس به، نتج عنها التطرف والانحراف والتشدد والتعصب والانحلال، وكثير كثير من الأمور
يرجع المفكرين إلى هذا المصطلح الذي نحتفظه. لذلك ماذا نعني بالمبالاة أو باللامبالاة؟ عفوا، اللامبالاة هي في الأساس هي المبالاة أدخلت عليها حرف لا الناهية حتى يعكس معنى الكلمة. مثلها مثلا عندما نقول عقلانية لا عقلانية، إنسانية لا إنسانية، نهاية لا نهاية، مركزية لا مركزية، سلكية لا سلكية، مبالاة لا مبالاة. هذا هو يعني. ولذلك إذا أردنا أن نعرف لا مبالاة نذهب مباشرة إلى المبالاة. فالمبالاة هي مصدر الفعل بالا، يبالي، مبال، مبالاة، والمفعول هو مبالا. وقد تقول يعني بال بالشيء أو بالأمر، أي اهتم به واعتنى به. فالمبالاة هي الاهتمام، هي الاعتناء، هي التأثر في اللغة. واللامبالاة هو عكس ذلك، هو عدم الاهتمام أو عدم الاعتناء. ففي سياق الكلام نجد أن هذه الكلمة تستعمل في كثير من المجالات، مثل ما نسمع يقول حسب مصدر الكلمة الفعل، يقول لك لا يبالي الناس بقيمة الوقت، أي لا يعرفون معنى حقيقته وقيمته ولا يهتمون به. الآن نرجع إلى المفهوم الاصطلاحي للامبالاة. هو في الحقيقة هناك تعاريف كثيرة ومتعددة، ونحن نستطيع أن نأتي بالتعريف الآتي الذي يقول أن اللامبالاة هي عدم الاهتمام بالأمور والأحداث والمواقف والقضايا والتغيرات والتصرفات والأفعال وكل ما شبه ذلك في ميادين عدة ومختلفة من الحياة الاجتماعية طبعا التي تخص الحياة الاجتماعية. وبالتالي اللامبالاة يعني بذلك ترك الأمور تسير كما هي دون التدخل أو دون حتى محاولة للتدخل أو للتغيير من الأمر الواقع أو من الحدث أو من القضية أو من الموقف أو ما شبه ذلك، يعني دون حتى ربما التفكير فيه أو حتى الانتباه إليه في غالب الأحيان. يعني يترك الأمر يسير حتى ولو كان ماشي إلى الهلاك، كما يقول لك أنا اختراسي، كما يقول بالعامية اختراسي وسوه ودير اللي بغيت. هذا هو يعني ما على بالوش، ما على بالوش بالقضايا المشتركة، ما على بالوش بالأمور الوطن في البيت هذا الكبير، المجتمع الكبير اللي عايش فيه، اختراسي وصحيح. هذا هو يعني المبالاة بصفة يعني بالمفهوم عامي. هناك من يقول من المفكرين كذلك أن المبالاة هي سلوك اجتماعي منفر، يعني ديما تلقى الإنسان هارب، ديما جابد، ديما يقول لك لا، ديما سلوك ماهوش مليح، سلوك منفر. وهذا السلوك يدل يعني لو توجد بكثرة يدل على غياب أدنى لمعايير المسؤولية. وهناك كذلك من يذهب إلى أبعد من ذلك. هناك من المفكرين من يعرف ويرى أن اللامبالاة هي حالة من الحالات يغيب فيها الوعي والإحساس بالمسؤولية. يعني الإنسان ما يوليش واعي، ما يوليش يحس بالمسؤولية هذيك اللي عليه هو، ما يقدرش يتقدم ويواجه التحديات، سواء كان ذلك على طبعا على الصعيد الفردي تخص الفرد أو الاجتماعي أو السياسي أو ما شابه ذلك. أي هما هذا النوع من المفكرين يشبهون اللامبالاة بحالة غياب الوعي، مثلما يعني بحالة السكر أو حالة من التخدير الاجتماعي النفسي، شو الناس يولي مدروغي ما عارفش روحه. يعني هذا ما الذي أنا أقوله فيما يخص التعريف،
وأترك الكلمة لك الأخ. نعم، شكرا الأخ نوري. كما تفضلت، المهم اللامبالاة هي في الحقيقة عدم الاهتمام وعدم الاكتراث بما يجري، يعني باختصار عدم الاكتراث بما يجري سواء في العائلة أو في المدرسة أو في الثكنة أو في المؤسسات المختلفة، في المسجد، في كل مكان. يعني عدم الاكتراث بما يجري، يعني واحد راهو مديه الماء كيف ما يقولوا بالمثل الشعبي هذاك، هو راهو مديه الواد وهو راه يقول لك محل البرودة، ما على بالوش، ما غير مهتم أصلا بما يجري، لا في الأسرة نتاعو ولا في مع الجيران نتاعو ولا في المحيط نتاعو ولا في المجتمع. يعني مهتم بنفسه، أو ربما حتى نفسه مش مهتم بها، نفسه ربما راهو مضيعها. إذن عدم الاهتمام هذا، عدم الاهتمام وعدم الاكتراث بالأمر، يعني سواء تعلق الأمر بالصحة أو تعلق الأمر بالنظافة أو تعلق الأمر بالعلم أو تعلق الأمر بالنصيحة أو تعلق الأمر بكل المجالات. يعني مش يعني مقتصر على مجال معين، يعني عدم الاكتراث بكل ما يجري. إذا كان ممكن الأخ نوري فيما يتعلق بالأنواع نتاع اللامبالاة، يعني هل ترى نقدروا نديروا أنواع نتاع اللامبالاة؟ نعم، هي في الحقيقة هناك أنواع كثيرة يعني، ولكن هي تنقسم يعني حسب رأيي إلى قسمين رئيسيين. هي هناك مبالاة ظرفية يعني زمنية قد تحدث لإنسان، يعني وقد تحدث لأي واحد منا عندما يصيب الفرد بإرهاق أو بملل مثلا، وبزوال ذلك الإرهاق أو ذلك الملل يعني تزول تلك المبالاة الظرفية. وهناك المبالاة الدائمة أو المزمنة إن صح التعبير، في هذه الحالة يعني تعتبر طبعا حالة مرضية عند بعض علماء النفس، كالذي مثلا يتناول مخدرات مثلا، أو الذي مثلا يتناول أدوية معينة مرتبطة بمرض عقلي معين لمدة طويلة مثلا، هنا تصبح هنا المبالاة مزمنة. وهناك يعني من حيث الأقسام القسمين الذي ذكرناهم، هناك يعني أنواع كثيرة يعني، مثلها مثلا اللامبالاة في الحياة الزوجية. يحدث هذا الأمر عند الكثير من الناس عندما يصبح الطرفين أو أحد الطرفين لا يهتم بالآخر، مما يدفع يعني بهذه العلاقة الزوجية إلى علاقة ميتة أو شبه ميتة، بسبب يعني مرور الطرفين أو إحدى الطرفين بمرحلة ينعدم فيها وجوع، يعني ما يقدرش يكون هناك تغيير، ما عندوش دافع للتغيير، فيحدث هذه اللامبالاة. وطبعا قد يعني تكون هناك تداعيات أخرى كبيرة مختلفة تؤدي إلى الشجار أو العنف، سواء كان العنف اللفظي أو الجسدي أو إلى الطلاق أو إلى ارتكاب جرائم في بعض الأحيان. هناك كذلك اللامبالاة تجاه البيئة أو تجاه المحيط التي تعيش فيه أو الحي أو المكان، وهذا الأمر معروف يعني، اللامبالاة تجاه البيئة عنده أضرار جسيمة. وشفنا يعني دول اللي كانت مثلا ما اعتنتش بهذا الأمر هذه، وكيفاش وصلت في نهاية المطاف إلى أمراض كثيرة ويعني تلوث بيئي وما شابه ذلك. هناك كذلك مثلا نقدر نزيد نضيفه مثلا المبالاة السياسية كذلك، وهذا الأمر جد مهم، خاصة عندما تصبح مثلا بعض الأحزاب السياسية غير قادرة على الاجتهاد لإيجاد حلول سياسية فعالة يمكنها أن تعالج الأوضاع وتؤدي بالتغيير،
فنجد مثلا بعض الأحزاب السياسية تكتفي بالإدلاء ببعض الخطابات الصفراء التي يعتاد عليها الجمهور، التي لا تغني ولا تشبع من جوع، قصد يعني الاستمرار في التربع على المناصب الذي يمتلكونه هو فقط. يعني هذا نوع من اللامبالاة السياسية، ويترك الأمور ماشية كما هي ولا يعتني بالتغيير. هناك كذلك حتى اللامبالاة تجاه الدين، لا ننسى ذلك، وهذا يظهر أو يتجلى عند الكثير منا عندما نجد أن الإنسان يعتني بمظهره وشكله ليحاول أن يعطي صورة شكلية لممارساته الدينية، وهو لا يبالي في نفس الوقت بأهمية المعاملات والتضحية والاجتهاد والجد والإتقان والأمانة والصدق وما شابه ذلك. أي أنه لا يهتم، لا يبالي بمثل هذه الأمور قدر ما هو مشغول باله بالذهاب إلى الحج بكل سنة، أو شراء قميص أبيض من السعودية في كل شهر. هذا نوع من المبالاة لحقيقة هذا الدين كذلك. وهناك كذلك مبالاة في يعني لها في سواء كان في الاتجاه الاقتصادي المالي، في التصرف المالي، في التسيير، في كل شيء نجد هذا الأمر. هذا ما أردت أن أضيف في يخص الأنواع الأخرى. نعم، شكرا الأخ نوري. نزيد نضيف ربما بعض الأشياء المتعلقة دائما بهذا الموضوع تاعنا نتاع اليوم فيما يتعلق باللامبالاة. اللامبالاة، نعود نذكر الإخوة ربما اللي التحقوا بنا الآن، هي عدم الاكتراث وعدم الاهتمام بما يجري. الأنواع نتاع هذه اللامبالاة هي كثيرة، وكما تفضلت الأخ نوري كاين هناك لامبالاة ظرفية وكاين لامبالاة دائمة. يعني قدر تكون اللامبالاة هذيك ظرفية، ربما الإنسان راه يمر هو بظروف ربما تحتمت عليه بعض الأشياء، قد يكون مثلا مرض نفسي أو صدمة نفسية أو لضائقة، قدر تكون مالية أو إلى غير ذلك من الأشياء اللي هي تحتم على الإنسان يصير هو لا مبالي بالغير، ما على بلوش بالغير. ربما قد يكون مهتم بنفسه ولكن لا يبالي بالغير. وقدر تكون هذيك اللامبالاة هذيك ظرفية، بمعنى أنه هو في الظرف هذاك يكون لا مبالي، ربما يتحسن الظرف نتاعه أو ربما تجي معطيات جديدة يصير هو مهتم. إذن كاين اللامبالاة الفردية، وأيضا في المقابل كاين اللامبالاة الجماعية، وهذه خطيرة جدا. قادر يكون هو مثلا شخص لا مبالي، ولكن لما تكون فيه مجموعات لا مبالية الأمر خطير. قادر يكون مثلا الشخص هو في نفسه لا مبالي، قال مثلا لا يبالي في الأموال، يصرف بدون حساب، أو مثلا يكون هو لا مبالي في هذا المسألة نتاع الحلال والحرام، يأكل الشيء اللي جا في طريقه، يأكل لو كان تحط له حشرة يأكلها ما على بالوش، لا مبالي. إنسان لا مبالي ما على باله بواله، ما يفرق بين الحلال والحرام، ولا يعرف للمحارم، ولا يعرف للممتلكات نتاع الناس، ولا يفرق بين الشيء الخاص والشيء العام. المهم هو إنسان لا مبالي، كل شيء جاء في طريقه يديه، يصدم عليه ويديه. وكاين اللامبالاة الجماعية، لما تكون هناك لامبالاة جماعية تكون يعني أمر خطير جدا. تحدثنا إذن على اللامبالاة هذه الظرفية، تقابلها اللامبالاة الدائمة. يعني لما تكون ظرفية قال نتيجة لظروف، شخص تعرض لأزمة نفسية، أو قال مثلا المجتمع تعرض أيضا لصدمة، لأنه المجتمع منين متكون؟ متكون من الفرد والأسرة. تقدر مثلا الشخص هي تحل به طامة ولا مصيبة، قادرة أيضا للمجتمع تحل عليه مصيبة،
قادر تكون مثلا ظرف مثلا مرت به بلاد، مر بفتنة، مر بحرب، مر بكارثة طبيعية، قال مثلا زلزال، قال ما على باليش أنا فيضانات، ويصير الإنسان هذاك هو محبط، من بعد هو تصير فيه عنده تداعيات نتاع هذاك الإحباط، هذاك هو شخص لا مبالي، وقادر يعم هذاك الإحباط، يعم على المجتمع، قادر أيضا يكون مثلا ما على باليش أنا شريحة ولا شرائح من المجتمع، قال مثلا يكون يحب رئيس إلى درجة كبيرة، وين أنه يلحقوا قال مثلا للمبالغة في الحب نتاعه، ومن بعد هو يموت هذاك الرئيس، يصير هناك إحباط عام، ويصير هذاك المواطن هو لا مبالي، يعني يشوف من أنه لما يموت هذاك الرئيس أو يموت قال مثلا زعيم روحي، يقدر يكون مثلا عالم، أو يقدر يكون هو شخصية سياسية إلى غير ذلك، لما هو مثلا يموت هذاك الشخص، والله يموت هذاك الزعيم، والله يموت هذاك العالم، راح يكون هو عنده تأثير سلبي على المجموعة هذيك، والله على الجماعات، والله على الشرائح هذيك اللي راه هي تتبع فيه، وفيما بعد يصير هناك إحباط، وتصير هناك لا مبالاة. كاين إذن لا مبالاة موجودة في السياسة، يقدروا يكونوا ناس لا مبالين بهذا السياسة أصلا، يعني أي شيء يجي من هذا السياسيين هو لا يبالي بالسياسة. قادرة تكون أيضا لا مبالاة في الدين، الإنسان هو لا يميز بين الحلال والحرام، أو ما يخافش لما مثلا يلقى حاجة قال فلان قال أودي ذوك مثلا هذا راهو حرام، والله هو لا يبالي، ما على بالوش، هو راهو طالع النهار، هو راهو ياكل في رمضان، تتقول له باللي راهو مثلا قال ما على باليش أنا، راهو مثلا حان الوقت نتاع الإمساك والله، وهو راهو ياكل، ما على بالوش، أو العكس يقدر يكون مثلا هو راه مازال ما أذنش وهو ياكل، ما على بالوش، لا يعير اهتمام للوقت، ولا يعير اهتمام للمؤذن هذاك اللي أذن، ولا ما على بالوش، لا مبالي، إنسان لا مبالي. أيضا يقدر يكون الأمر في الصحة، الصحة نتاع الإنسان هو لا يبالي بالصحة نتاعو، تقدر تلقى مرات إنسان هو مريض، عنده مثلا مرض تاع السكر، أو عنده مثلا مرض نتاع القلب، أو عنده مرض معين، قال مثلا الربو، أو مرض يعني مرض مهم، قادر أمراض مختلفة، يكون عنده مرض وينصحه الطبيب قال مثلا ما تديرش كذا ما تديرش كذا، هو لا مبالي، ما على بالوش، قال مثلا هو راه عنده السكر وياكل، ياكل الأشياء هذيك اللي هي تمرضه، زيد تمرضه، هو إنسان لا مبالي، ما على بالوش بالصحة نتاعو، ما على بالوش. كما أنه قادر أيضا يكون في الأسرة، وقادر يكون أيضا في المجتمع، الناس لا تعير اهتمام للأمور هذيك نتاع الصحة، يعني مثلا تشوف مثلا راك تشوف مثلا الناس في السلعة كيفاش راهم يبيعوا في السلع، يبيع في اللحم أو يبيع في أشياء هكذاك اللي هي صحيا لازم تكون موجودة في مثلا غرفة نتاع تبريد، وتكون هي خاضعة إلى بعض المسائل هكذا التقنية، واللي تتعلق بالصحة وتتعلق بالنظافة، لأنه لو كان تكون في مكان مثلا فيه الغبار، ولا تكون متعرضة للشمس، ولا ربما تدخل فيها ميكروبات، وربما تتأثر هي على الصحة نتاع الإنسان، هو ما على بالوش بها، ما على بالوش بهذيك الأمور، تلقاه يبيع في اللحم في الطريق، يذبح في الطريق، ما على بالوش هذه الأمور، هذه ما هو عاطي لها حتى اعتبار، ما هو عاطي لها حتى اسمه. تلقاه أيضا كاين يبيع بعض الأشياء اللي ربما هي اكتشف مثلا في الخارج، وحتى الآن درك يعني في الدول، يعني تقدر تقول لك مثلا هذا الأمر راه صار العام، تلقى مثلا قال ياورت، يدير لك تاريخ معين، يقول لك مثلا صالح للاستعمال إلى غاية قال مثلا 6 جوان ولا 10 جويلية، دير تاريخ، لماذا؟ لأنه كان هناك أمور صحية، وكان هناك مراقبة إلى غير ذلك، إذن هو لازم يدير هذيك الليزيتيكات، وإلا راه رايح فيما بعد، هو ربما راح يتعرض إلى متابعة قضائية، أو يتعرض إلى عقوبة، لأنه ما راهوش يحترم في القوانين هذيك نتاع الصحة.
بينما في المقابل تلقى انسان لا مبالي، ما على بالوش بلاضات هذيك، ما يديرهاش اصلا، كل واشرب يحكمك السم، المهم هو يبيع. لا مبالي بالمواطن، لا مبالاه بالمواطن، قادره تكون لا مبالاه بالمجتمع، لا مبالاه قال مثلا راهم الناس اللي راهم في الحكم في المسؤوليات، قال لا مبالاه بمنطقه معينه، هو راهو مسؤول ولكن لا يبالي بالمنطقه معينه هذيك، لانه قال مثلا عنده خلفيات سياسيه، او قال مثلا انسان عنصري او كذا، لا يبالي بمنطقه. وتلقى انسان هو لا يبالي بالمجتمع كامل، هو راهو مهتم بنفسه. تلقى رئيس قال مثلا، او الحاشيه نتاعو، او الناس اللي راهم يخدموا قال مثلا في قطاعات معينه، هو راه مهتم بنفسه، مهتم بالأسرة نتاعه، ولكن هو لا يبالي بالمجتمع، لا يبالي بالأمر العام. إذن اللامبالاة هذه موجودة في الفرد، موجودة في الأسرة، موجودة عند المسؤولين، موجودة عند الأساتذة. تلقى مثلا أستاذ هو لا يبالي بالتلميذ، ماهوش عاطل، هو راه عنده قال مثلا درس راهو يدرسه، ولكن لا يبالي بالنفسية نتاع التلميذ هذاك، ما عندوش مثلا ثقافة عامة اللي تخليه هو مثلا ينظر للتلميذ هذاك نظرة نتاع مربي، ونظرة نتاع معلم، ونظرة نتاع حتى نتاع أب نتاع أسرة. يعني قال مثلا هذاك التلميذ اللي راهو هو يقري فيه لازم يعتني به، ولازم كيفاش هو يوصل له هذيك الأفكار، وكيفاش هو أنه في المقابل يدير يلعب دور نتاع الأب في المدرسة هذيك. قال مثلا ربما يقدر يكون مثلا واحد في الأسرة أب ولا أم، ولا ربما ناقصين في التعليم، ولا ناقصين في الثقافة، ما يعرفوش يربي، وقال مثلا ولادهم، لكن لما يزيد راه قال مثلا الأب هو ما يربيش الولاد نتاعو، او ربما راه هو خدام ما يرجعش للدار، خلاص يجي غير في الليل ما يتلاقاش هو ولادو كذا، ويزيد هذاك الاستاذ هو ما يقومش بالدور نتاعو الحقيقي، ويخرج هو للشارع يزيد يلقى لا مبالاه، يعني لا مبالاه في الاسره ولا مبالاه في المدرسه، يزيد هو يروح للمستشفى لا مبالاه، راه هو مريض وما راه ما على بالهمش به، لا مبالاه في الشارع. فيما بعد النتائج راه رايحه تولي كارثيه في المجتمع. إذن اللامبالاة هذه فيها أنواع كثيرة بطبيعة الحال، قادرة تكون هي نسبية، وقادرة تكون هي بشكل مطلق، يعني لامبالاة نسبية، وقادرة تكون لامبالاة مطلقة، قادرة تكون لامبالاة فردية، قادرة تكون لامبالاة في الأسرة، كما قادرة تكون لامبالاة في المجتمع. والنتائج بطبيعة الحال هي تختلف بين الفرد والأسرة والمجتمع. الأخ نور، إذن بعد ما عرفنا اللامبالاة والأنواع نتاعها، منين هي يعني تجي اللامبالاة هذه؟ يعني وش هي الأسباب اللي تخلي اللامبالاة هذه تجي؟ هي في الحقيقة الأسباب عديدة، وتختلف من حيث ثقافة المجتمع، من حيث نوعية المجتمع سياسيا وفكريا ودينيا، كذلك من حيث البيئة التي يترعرع فيها الفرد، من حيث الأحداث المتسلسلة التي مر بها الفرد عبر التاريخ، من حيث الممارسات السياسية التي طغت وسيطرت على الساحة السياسية، من حيث كذلك التفاعل القائم بين الحاكم والمحكوم، من حيث المناهج التي تتخذها الطبقة الحاكمة لضبط الأمور والأحكام وخدمة المواطن، وغير ذلك من الأمور الأخرى. فلذلك نجد أن المبالاة تأتي من جوانب عديدة ومختلفة، قد تكون مثلا إذا كانت في الحالة المبالاة الظرفية، أو يعني تكون من مصيبة تصيب الفرد تتركه يتخبط في حالة نفسية أو مادية مثلا، يعني يقدر الإنسان يكون يعتني بالأمور، يكون نشيط، يكون عنده حماس، يكون يعني مجتهد، ولكن في مرحلة معينة تصيبه مصيبة، تلك المصيبة يعني تتركه
في انكماش في اكتئاب، وتجعله لا يبالي بالقضايا وبالأمور الأخرى. في هذه الحالة من حالات من اللامبالاة الظرفية. كذلك قد تكون بالإنسان المغروم بالهوى. الإنسان المغروم بالهوى يعني تأتي منه اللامبالاة، يعني هو لا يبالي بما يجري، هو عايش في 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 عالم آخر لوحده، هو لا يعرف حتى لو يكون هناك زلزال قائم ربما ما يجيبلوش خبر. كذلك اللامبالاة هي في الحقيقة تأتي من جوانب أخرى، مثل مثلا القهر، مثل التعذيب والتعدي على الناس لفترة طويلة. نضرب على ذلك مثال الإنسان الذي مثلا دخل إلى السجن بطريقة غير قانونية وعذبوه في السجون وعانى وقاسى من القهر والظلم. فهذا الإنسان ربما في كثير من الأحيان لما يخرج من السجن ويكون ويولي ما يقدرش يعني يعتني ويبالي بالقضايا والأمور المشتركة والوطنية والسياسية. لماذا؟ لأن بطريقة لا شعورية يعني ترجع الذاكرة نتاعو مباشرة إلى ذلك، إلى تلك المعاناة التي قاساها في السجون، وبالتالي بطريقة لا إرادية تجده لا يبالي، أو أصابته هذه الظاهرة أو هذه الحالة التي تسمى باللامبالاة. كذلك نقدر نضرب مثلا أمثلة أخرى من يعني كيفاش تأتي هذه المبالاة. تأتي كذلك من خلال المعاملات السلبية التي يتلقاها الإنسان من الطرف الآخر، أو من خلال الخدمات الاجتماعية العامة التي تتجاوب بطرق بلطجية، بطرق بشعة مع الفرد، سواء كان ذلك بالرفض أو بالإقصاء أو بالتهميش وبالخشونة وبالغش وبالتزوير وبالمحسوبية وبالظلم. كل هذه الأمور التي نراها، يعني الإنسان لما يولي كل يوم يشوف هذه الأمور، يمشي يدفع ملف، يمشي يطلب حق، يمشي يستخبر على أمر، يلقى ذاك الموظف متشائم عبوس، يجاوب بواحد الإجابة خشونة، ما يعطيش هذا يقول له لغدوة، ما يعطيش الصح يخليه يدور. هذاك الإنسان بهذه المعاملات الدائمة مع الإدارة ومع الأمور ومع المواطنين، يولي هذا الإنسان يولي كما نقول يصيبه القنوط، يصيبه الإحباط، وبالتالي يولي يعيش في دوامة من اللامبالاة، واللي ما تهموش قضايا الوطن والسياسة والتغيير وهذه الأمور، واللي عايش يعني هذه الأمور ما يشوف يعني عانى قاسى من أمور أخرى. وبالتالي عندما نقول اللامبالاة هي في الحقيقة حالة نفسية تظهر كنتيجة عندما تشوف إنسان لا يبالي، يعيش في حالة لا مبالاة. هذا يعني أو هذا ينبهنا بأمر أو فعل أو تصرف أو حدث أو مصيبة قد يعني صابت هذا الإنسان من قبل أدت به إلى حالة اللامبالاة. قد تكون ذلك على الفرد أو على الجماعة بطبيعة الحال. فنعم يعني قد تكون هناك أسباب أخرى من أين تأتي اللامبالاة. نذكر مثلا على سبيل المثال من خلال التكاسل، الخمول، ومن خلال عند بعض الناس لتناول المخدرات، شرب الخمور، تناول الأقراص المهلوسة مثلا، أو الغمور في الهوى وبشتى أنواعه. نجد مثلا الكثير من الشباب خاصة أنهم يبالغون في بعض الأمور من خلال تتبعاتهم إلى مثلا نوادي كرة القدم مثل برشلونة وريال مدريد. تلقى مثلا الكثير من الشباب يعرف مثلا لاعب في نادي من هذه النوادي، يعرف وقتاش تعشى وقتاش تقهوى واش مع من هضر واش لبسوا، يتتبع كل الخطوات، وهو عايش في هذا يعني بالروح نتاعو، بالذهن نتاعو،
بالهوى نتاعو بالشعور نتاعو، ويحدث عنده لا مبالاه لامور وقضايا اخرى تكون اهم من ذلك. يعني هذه الانواع هذه التي تدخل في الهوى، في الكسل، في المخدرات، في اللهو، في كل هذه الامور، يعني تستلب عقل الانسان وتتركه يعيش في لا وعي، في لا احساس تجاه القضايا او الاحداث او الامور التي تهمه او تهم المجتمع بصفه عامه. كذلك يعني قد تاتي اللامبالاه في حاله من حالات غياب الوعي الاجتماعي. عندما يغيب الوعي الاجتماعي يحدث عن ذلك بالضروره انتشار ظاهره، هذه الظاهره النفسيه الاجتماعيه التي تسمى باللامبالاه. يعني عندما يغيب الوعي الاجتماعي يحدث عن ذلك انفصال وانعزال إن صح التعبير في كل فرد، كل جماعة بأفكارها، أو تتهافت بأفكار معينة وأقاويل قد تكون مبنية على مفاهيم مغلوطة أو ناقصة، وبالتالي تكون هناك تصورات غير عقلانية غير ناتجة عن تحليلات مدروسة بجدية وبعناية. وهذا ما يجعل كل فرد أو كل جهة منعزلة تتخبط في محيطها، ويعني لا تدرك المعنى الحقيقي للقضايا المشتركة، لا تبالي بها، وهي كذلك مستلبة لعقلها. يعني هناك أسباب عديدة تأتي منها اللامبالاة، تأتي كذلك من عدم إدراك المسؤولية بالنسبة للمسؤولين، المواطنين اللي عندهم مسؤولية أمام العموم، كانت عندهم مسؤولية مثلا في الوزارة، في الولاية، في الدائرة، في أي مكان من المسؤولية تكون عنده ممارسة وظيفية معينة، فبالتالي أثناء قيامه بذلك العمل أو بتلك المسؤولية يعني الإنسان ما يكونش عنده إدراك لتلك المسؤولية، ما على بالوش المسؤولية نتاعو، هو ما عرفش واش من لازم يدير، ما يترتب عن يقوم به تجاه الآخرين في هذا الموضوع في هذا، وبالتالي هنا ينتج لا مبالاة للقضايا المشتركة أو يعني للعمل الذي يجب أن يقوم به تجاه يعني الفرد وتجاه الجماعة. كذلك مثلا قد تكون كذلك المسؤوليات مثلا من خلال مثلا نجد نعطي مثال من الواقع الآن في المجتمع الجزائري، نرى أن تحدث هناك يوميا يعني حوادث سير تؤدي بأرواح يعني بالمئات كل أسبوع، ولذلك نجد أن المسؤولين المعنيين بالأمر لا يبالون بذلك، وكأن الأمر عادي وكأن الأمر ماشي. هذا لماذا؟ لأنهم ليس لهم إدراك بالمسؤولية تجعلهم يعيشون في حالة اللامبالاة، ماشي وما على بالوش نورمال. أو مثلا الأحزاب السياسية، هذه الأحزاب التي تتعد التغيير والإصلاح وما شابه ذلك، يعني هم في أغلب الأحيان أو في كثير من الأحيان يسمعون ويعلمون أن هناك مواطنين واعيين يملكون أفكار وتصورات مرموقة في مجال التغيير، ولكنهم لا يعطونهم أهمية، لا يهتمون بهم، وبالتالي هذا يسمى كذلك نوع من اللامبالاة. تأتي اللامبالاة كذلك من ازدياد الفقر، يعني لما يكثر الفقر تجد أن المواطن يصبح يجري مور اللقمة، يجري مور العيش. هل نشوف احنا الآن في المجتمع الجزائري في بعض المناطق في شهر رمضان الناس كان بعض المناطق تجري على شكارة حليب 24 ساعة، هو يجري تنتظر فيها، يجيها في الليل، يجيها في النهار، يجيها في عايشة مع شكارة حليب. وكذلك قد تأتي بالغنى الفاحش كذلك، يعني هذا الغنى الذي يعني يكون يجي من 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 عشية إلى ضحاها، الإنسان يكون ما عنده والو يصبح ملياردير، بالتالي
يعني يصبح يعيش في الترف والغرور والإعجاب واللهو ومشابهة الأمور، ولا مبالاة بالمجتمع إلى رايح في واد ولا غادي يتدمر ولا ما شابه ذلك. إذا هذا ما لدي أن أضيفه فيما يخص هذا المجال، وأترك الكلمة لك. نعم، شكرا الأخ نوري. ربما نزيد نضيف، وانت تتحدث عاودت استذكرت بعض الأشياء المتعلقة بالأنواع نتاع اللامبالاة، باش نزيد نضيفوها في الأنواع ونزيد نبحث أيضا على الأسباب اللي هي وراء هذا اللامبالاة. من بين الأنواع نتاع اللامبالاة هي اللامبالاة في الإعلام، وكاين اللامبالاة للإعلام، بمعنى انه كاين الناس هما يشتغلوا في الوسائل نتاع الاعلام، قادر يكون هو صحفي راهو مثلا في يقدم في نشر نتاع اخبار، او ربما يقدم في برنامج، او القناه نفسها او الاذاعه او الصحيفه راهو هو ينشر في اشياء، لكن هو لا يبالي بالمجتمع، ما على بالوش هو الانعكاسات والتداعيات نتاع هذاك الشيء اللي هو راهو يقدم فيه في هذيك الوسيله نتاع الاعلام، او حتى في مثلا في الموقع نتاع اليوتيوب، ما على بالوش هو واش راه يدير، ما على بالوش هو بالتداعيات والانعكاسات نتاع الشيء هذاك اللي راه يدير فيه على المجتمع. قادر مثلا واحد يدير فتنه في مجتمع، يشعل نار، قادر واحد هو يحدث حرب بين دولتين من خلال تصريحاته، أنه قال مثلا يقف مع حزب ضد حزب أو إلى غير ذلك. المهم إذن كاين اللامبالاة في الإعلام موجودة عادة عند هذا ما يسمى بالإعلاميين، وأيضا اللامبالاة للإعلام كاين الناس هما تلقاه هو راه مهتم بشؤون هكذا أخرى، ولكن لا يبالي بالإعلام، ما على بالوش باللي الإعلام هذا راهو عنده تأثير، وقال مثلا لابد هو أنه يصرف أموال، ولابد هو أنه يجتهد من أجل الجلب هو يدير وسيلة إعلامية، قدر تكون قال مثلا موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية أو إذاعة إلكترونية أو ما على باليش أنا كذا، من أجل على جلب هو يستعمل هو هذيك الوسيلة الإعلامية من أجل التوعية أو من أجل التحسيس أو من أجل التعبئة. هو لا يعير اهتمام لهذاك الإعلام، لا يعبأ بالإعلام، وتلقاه عنده لا مبالاة للإعلام، ما على بالوش به، رغم أنه هذا الإعلام راهو يعتبر سلطة من السلطات، راك تشوف راهو يدخل للبيوت، راهو يأثر في الناس. راك تشوف درك الآن الناس، سمعت مؤخرا وقريت مؤخرا من انه داروا مركز في منطقه من المناطق نتاع البلاد من اجل المعالجه نتاع الظاهره نتاع الفيسبوك. الفيسبوك الان راهو صار عدوى، صار مرض، راهم هما الان في الجزائر صاروا على جل باش يلقوا. لماذا؟ لانه لو كانت هناك مبالاه وكانت هناك مناعه عند الشعب الجزائري من خلال التوعية في وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال المبالاة في المدرسة، مش إلا مبالاة، المبالاة في المدرسة للطفل وللتلميذ وللطالب، لو كان ما وصلناش لهذا المستوى هذا، هو أنك أنت تصير تخاف من الفيسبوك وتصير أنت تخاف من كل شيء، لو كان جات هناك مناعة. للأسف الشديد هو أنه المناعة هذيك مش موجودة، وهذا الشيء اللي الآن ذكرنا الناس تجني فيه هو نتائج نتاع الغرس الخاطئ، نتاع التربية الخاطئة. بطبيعة الحال كاين هناك مرات هو الإنسان مش كل شيء يتمناه يدركه، كاين بعض الأشياء اللي هي تتجاوز الإنسان، ولكن مع ذلك كاين كما يقولوا أساسيات، كاين مبادئ. لا مبالاة أيضا في الدعوة، وأيضا للدعوة، لا مبالاة للدعوة. كيفاش؟ تلقى مثلا واحد هو راهو يخلي ولاده يروحوا لمسجد معين، هو خلاص راهو داير نية هذيك نتاع ربي، راهم يصليو، قادر يكون هذاك الداعية راهو داعية نتاع شر، يقدر هو يغرس في ابنك هذيك بعض الأفكار سواء تتعلق بالعقيدة، فسد له العقيدة نتاعو،
أو ربما يدفعوا للهلاك. وأيضا في المقابل لا مبالاة في الدعوة، بمعنى أنك تلقى الداعية هو راه في المسجد ولكن هو لا يعبأ بالمصلين، يعني تلقى داعية مثلا هو راه يتحدث باللغة العربية الفصحى ولا اللغة الأكاديمية، وهذوك الناس اللي راهم يصليوا في المسجد هذوك ربما راه منهم حتى اللي ما درسش الابتدائي، أو ربما راهم أجانب، يعني ما مش قال مثلا جزائريين، قال قادرين يكونوا مثلا أفارقة أو مثلا أسيويين، والله ما يفهموش اللغة العربية أصلا. إذن هذا راه تقصير من هذاك الإمام ولا مبالاة من طرفه، بمعنى أنه لا يبالي بالمصلين. المفترض هو أنه قال يشوف هذوك في الدين، رانا نعرفوا باللي خاطبوا الناس قدر عقولهم، يعني المفترض هو أنه يدير جرد أو يدير تقويم، قال مثلا أنت راك في مسجد عندك 20 سنة، ما الذي قدمته في ذاك المسجد؟ يا هل ترى دخلت الناس للإسلام؟ يا هل ترى ربيت نشأ؟ يا هل ترى كذا 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 كذا؟ دير جرد، دير تقويم. تلقاه هو لا مبالي يخطب وكأنه راه ما على باليش، أنا يخطب في ناس من نوع نتاع خالد بن الوليد ومانيش عارف أنا كذا، بينما هو راه يخاطب في ناس ربما منهم من لا يعرف حتى النوقض نتاع الوضوء. أيضا تلقى ناس لا مبالين بالمشاريع، قال مثلا واحد مشروع نتاع مجتمع أو مشاريع نهضوية تهدف ل النهضة نتاع البلاد، أو قال مثلا مشروع نتاع طريق كبير أو مشروع نتاع مركز تجاري، قال كذا هو راه في الصالح نتاع العام، تلقاه هو لا مبالي بهذيك المشاريع هذيك، بينما تلقاه مبالي بهذيك التفاهات، يعني تلقاه مبالي مثلا رانا نشوفوا الآن تلقى إنسان تتحرك البلاد ما على بالوش بها، ولكن تلقاه مبالي هو بالريال مدريد ولا بال، راهو يتفرج هو قال مثلا المقابله نتاع كره القدم، ولكن لا مبالي بالشؤون نتاع المجتمع، يعني لا يبالي بالشان العام، لا يبالي بهذيك المشاريع هي اللي تعود بالمنفعه على البلاد، هو لا مبالي بها. تلقى ايضا ناس لا تبالي بالتاريخ، بمعنى أنه ما تقراش الكتب نتاع التاريخ، أو ربما لا تعير اهتمام لمحطات من المحطات نتاع التاريخ، قال مثلا وقعت أشياء في التاريخ وهذه الأشياء يعني الفهم نتاعها والدراسة نتاعها والاهتمام بها راها رايحة هي تختصر لك الوقت، وراها رايحة هي تفهمك في الحاضر نتاعك، ولما تفهم انت التاريخ نتاعك وتفهم الحاضر نتاعك راه راك فيما بعد انت راك تخطط للمستقبل. لكن اذا انت التاريخ لا تعير له اهتمام، يعني انت لا مبالي بالتاريخ، وتزيد انت الحاضر لا مبالي للتاريخ، لا مبالي للحاضر، لا مبالي للمستقبل، هذه كلها ايضا تدخل في هذا الاطار نتاع الانواع نتاع اللامبالاة. تلقى ايضا الناس لا تبالي بالهوية، العناصر التهوية، لا يعني اللغة، الدين، إلى غير ذلك. كاين أيضا نوع من الأنواع ينتع لا مبالاة للظروف، قال مثلا واحد مثلا فرضا رايح لسوريا، واش رايح يدير؟ رايح يدير مثلا سياحة، هو لا يبالي للظرف اللي راه تمر به سوريا، وهذا كمثال فقط، يعني إنسان راهو رايح يدير تجارة ولكن هو لا يبالي للظرف هذاك، الظرف اللي راه تمر به البلاد، قال مثلا راه تمر بحرب، أو مثلا تلقى إنسان هو راهو رايح يزرع زرع ولا يبالي للظرف المناخي هذاك، يروح هو قال مثلا البلاصة حارة، هو لا يبالي لهذاك الظرف المناخي، بالتالي هو راهو رايح فيما بعد راهو رايح يلحق الكارثة. وهناك الكثير من الأنواع، يعني تقدر تجي هي من خلال هذا النقاش هذا اللي رانا بصدده. الأسباب نتاع اللامبالاة واش هي؟ أسباب نتاع اللامبالاة في رأيي، أولا
مرات تلقى من بين الأشياء نتاع اللامبالاه هي الصدمة، قدرت تكون صدمة نفسية كما قدرت تكون صدمة عامة. وعطيت قبيل أمثلة فيما يتعلق بالموت، قال مثلا موت نتاع زعيم أو مثلا قائد روحي، زعيم روحي إلى غير ذلك. قادرة أيضا الأسباب نتاع اللامبالاة تعود للجهل، تلقى مثلا إنسان جهل، إنسان هو أخويا صحة الفطرك، صحة الفطرك، المهم كيراك تبع فينا لاباس، صحة الفطرك. المهم وقت ما تيسرك الحال راك تجي تشارك معنا، صحة الفطرك وصحة لشريبتك كيما قالوا أشخاوتنا التوانسة الأخ تونسي. المهم وتحياتنا للإخوة اللي راهم يسمعوا فينا في ستيف. إذن من بين الأسباب نتاع اللامبالاة هي الجهل، تقدر تلقى إنسان هو جاهل لا مبالي، لا مبالي مثلا بالأمور هذيك نتاع الدواء، ما يقرأ لوردونونس ولا يسأل، قال مثلا واحد اللي يعرف تلقاه ما على بالوش، لا مبالي. هذا نتيجة واش؟ نتيجة الجهل. تقدر أيضا تلقاها في البلاد، يعني في أماكن مختلفة تلقى إنسان جاهل تلقاه هو لا مبالي، تلقاه صادم ودز عليها القدام ولا يبالي بالعواقب. أيضا تلقى ناس لا تبالي بالعواقب، مثلا ناس تقدم على خيارات، رانا شفنا هذوك مثلا فيما هذا يسمى بالربيع العربي، ناس تقدم على خيار قال انت حمل السلاح، لكن هو لا يبالي بالعواقب، ما على بالوش واش راهو رايح يترتب بعد ما يرفع هو السلاح. او مثلا تلقى ناس تخرج للشارع ولكن هو لا يبالي بالعواقب، خرج للشارع هو في باله راهو يخرج يحتج وراهو يرفع لافتات وراهو يضغط هو على النظام، لكنه لا يبالي بالعواقب ولا يبالي بالمآلات. يعني يقدر الإنسان هو يخرج في إطار سلمي، ولكن فيما بعد يدخلوا ناس يفجروا هذاك الحراك الشعبي، وفيما بعد راح تصير كوارث. إذن هو لا يبالي بالعواقب، لا يبالي بالمآلات. إذن من بين الأشياء اللي هي كما قلت أنا اللي هي تجيب هذه اللامبالاة هي الجهل، الجهل بالعواقب، الجهل بالواقع، عدم المعرفة. أيضا الإدمان، راك ذكرت قبل الأخ نوري القضية هذه نتاع المخدرات، الإدمان أيضا هو راهو من بين الأشياء اللي هي تؤدي بالإنسان يصير هو لا مبالي. يعني البلاد راها تتحرك هو راه مزطول ما على بالوش، والزطلة هذه كاين الزطلة هذيك اللي راهم يتكيفوها، وكاين تقدر تلقى الإنسان راه هو مزطول، مزطول إعلاميا، مزطول برنامج نتاع ضحك، راه قاعد مثلا يتبع في ممثل نتاع ضحك، إذا نهار كامل هو يضحك حتى يصير مضحكة، تلقاه إنسان لا مبالي. أيضا الإدمان هذا مش فقط غير نتاع المخدرات، الآن الإنترنت راه صارت تدخل في الإدمان، تلقى إنسان هو راه 24 ساعة على 24 ساعة راه هو مكونكتي، وربما ما راهوش هو يستعمل في هذيك الانترنت استعمال يفيد هو كشخص ويفيد المجتمع، راهو يستعمل فيها هو لأغراض أخرى، راه يشوف في صور قبيحة، راه يشوف في أفلام قبيحة، راهو قاعد التي هو من الشات وكذا، مضيع الصلاة نتاعو، مضيع الدار نتاعو، مضيع ضيع في نفسه إلى غير ذلك. إذن هذه أيضا تدخل في الإطار نتاع الإدمان، نتاع يعني السبب من الأسباب اللي هي تكون في تاع اللامبالاة. وهذه قادرة تمس الأسرة، قادرة تمس الفرد، وقادرة تمس المجتمع. أيضا من بين الأشياء هذه نتاع الأسباب نتاع
اللامبالاه هي الاحباط. الاحباط هذا قدر ينتج هو قال مثلا انسان هو قال كان راح يدير البكالوريا ولظروف معينه مر بها ما نجحش البكالوريا، او مثلا كان ما على باليش انا حاب يتزوج بمراه وفيما بعد راح تماتت، او مثلا ماتوا له قال افراد من الاسره نتاعو، مات باباه ومات امو، او مثلا قال تعرض لصدمه قال مثلا في حادث مرور، او مثلا مات عنده واحد من الاقارب نتاعو، واحد من المقربين نتاعو قال مثلا صديق وحميم الى غير ذلك في حادث مرور، او مثلا في صارت عمليه وقال ماتوا اصحابه الى غير ذلك. من بعد هو نتيجة الصدمة هذيك وعدم المعالجة نتاع الأثار تاع الصدمة هذيك، تبقى هذيك الأمور هي راه تفرخ في الجسم نتاعو، تفرخ في العقل نتاعو، تفرخ في المحيط نتاعو، يصير هو فيما بعد هو راه مريض وزيد الأسرة نتاعو تمرض، وفيما بعد يصير هو مع مرور الزمن يصير لا مبالي، ما على بالوش، يولي ما يحسش لا يشعر، يولي ما على بالوش، تتحرق البلاد والله لا على بالو بها. هذا كله نتيجة نتاع هذاك الإحباط لما ما يتعالجش هذاك الإحباط. إذا رانا شفنا ذرك من خلال هذا الجرد هذا اللي درناه، عرفنا اللامبالاة وتحدثنا على الأنواع نتاعها، وتحدثنا يعني باختصار منين تأتي هذا اللامبالاة. الآن الأخ نوري وش التأثير نتاع اللامبالاة هذه على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، وش هي النتائج يعني المتوقعة لما يصبح المجتمع بإسره لا مبالي. تفضل الأخ نور. نعم شكرا. هو بغيت نضيف نقطتين ربما عندهم يعني حتى نلتفت الانتباه إلى لا مبالاة القضائية كذلك. نعم. هذه لا مبالاة القضائية كذلك وما يترتب عنها يعني شيء خطير خطير، ويقدر يعني يؤدي بانهيار الدولة بكاملها، يعني لأن كما نعرف أن الجهاز القضائي هو العمود الفقري لكل مؤسسات الدولة، فإذا كان هناك لا مبالاة لهذا الجهاز القضائي فأعلم أن كل شيء سينهار وكل شيء سيزول، وينتج عن ذلك بطبيعة الحال كثرة الفساد مما نراه، الاختلاسات، التعديات، البلطجية، يعني كل هذه الأمور التي نراها وسوف نرى الكثير. وكذلك كما ذكرت يعني كذلك فيما يخص اللامبالاة بالنسبة للدعاة والأئمة، يعني نجد في كثير من الأحيان أنه يعني في منطقة من المناطق أو في بلدية من البلديات أو في دشرة من الأماكن الموجودة في جميع أنحاء الجزائر، تجد أن في تلك المنطقة هناك يعني ظاهرة منتشرة، فساد، هناك يعني فاحشة منتشرة، هناك مثلا ظاهرة غير أخلاقية منتشرة، هناك معاملات غير إنسانية منتشرة، هناك ظلم بين الناس في المنطقة، هناك يعني أمور كثيرة منتشرة، ومع ذلك نجد أن الداعي أو الإمام لا يبالي بذلك الأمر، وفي المقابل من خلال خطبه ومن خلال كلامه يأتي بكلام عن غزو العراق أو عن الإسراء والمعراج أو عن، وكأن ذلك الأمر لا يهمه، هذا كذلك يدخل في اللامبالاة، وتجاهله عن هذه الأمور قد يترتب عليها أمور أخرى كذلك. هذه فيما يخص الإضافة اللي بغيت ندافع فيما يخص النقاط السابقة. الآن بما يخص تأثير المبالاة على الفرد أو على المجتمع أو على الأسرة، في الحقيقة اللامبالاة لها تأثير جد سلبي، سواء كان ذلك على الفرد أو على المجتمع أو على الأسرة كذلك، أو حتى على العلاقات الاجتماعية بصفة عامة. هذا هو الشيء اللي تأثر عليه كثير،
تأثر على العلاقات الاجتماعية، سواء كانت تلك العلاقات الاجتماعية بين الفرد ونفسه هو مع نفسه، أو بين الفرد والفرد، أو بين الجماعات، أو في الأسرة، أو ما شابه ذلك. لأن اللامبالاة هي في الأصل تترك فراغ من الروحانيات في العلاقات الاجتماعية القائمة. يعني هذه العلاقات اللي رانا نشوفوها بين الأفراد بين الجماعات القائمة تولي فارغة، تولي ما عندهاش جدوى، ما عندهاش يعني كما نقولوا احنا ما عندهاش دوق. تولي شغل إنسان تشوفه جارك، فرد في العائلة، إنسان مش عارف تشوفه كأنه حجرة هكا واقف وصايد، السلام عليكم السلام وانتهى الأمر. يعني تولي الروحانيات في العلاقات الاجتماعية القائمة تولي ما كايناش. وعندما يغيب هذا الأمر يؤدي إلى تنافر القلوب بين الأفراد أو بين الجماعات، سواء كان ذلك في داخل الأسرة أو في داخل المجتمع. وكذلك هذا الطبع قد يضر ويهدد العلاقات الاجتماعية، مما يؤدي إلى كما ذكرنا إلى التنافر والضعف والتشتت والضياع في كثير من الأحيان. قد يؤدي إلى الانكماش، إلى الخمول، إلى الاكتئاب، إلى الانسداد، إلى القلق، إلى الاضطراب النفسي والعصبي. يؤدي كذلك إلى الحقد وإلى الكراهية، إلى السخط وإلى الكسل، إلى التهاون. بالتالي كل هذه الصفات التي ذكرناها لها عواقب هي لما تحدث هذه الأمور عن طريق اللامبالاة، عندما تكون العلاقة الاجتماعية فارغة لا جدوى لها وتحدث هذه الصفات وتنتشر، هذه عندها عواقب كذلك على نفسية الفرد وعلى المجتمع، وتؤثر مباشرة على العلاقات الاجتماعية السائدة. وعندما يعني تتراكم هذه السلوكات وهذه الصفات بمرور الزمن يحدث ضغط، سواء ذلك على مستوى الفرد يحدث له ضغط هو في نفسه ويولي خصه مثلا يستعمل دواء معين، أو يصيبه قلق، أو يعني مرض عصبي، أو حتى يؤدي مثلا إلى انتحار أو انحراف أو أمور أخرى. وعندما يصيب المجتمع قد يولد الانفجار، هذا الضغط يولد الانفجار في أي لحظة، سواء كان ذلك على يعني في كما ذكرنا في على مستوى الفرد أو مستوى المجتمع. كذلك قد يولد الضغط في الأسرة، عندما يعني يكون هناك لا مبالاة وتتراكم الأمور والمشاكل، ويولي كل واحد يعاني ويقاسي من جهة، فيولد هناك ضغط. هذا الضغط قد يعني يؤدي إلى تشتت أفراد الأسرة. كذلك عندما نضرب المثال كذلك حتى نوضح الأمور، في المجتمع الجزائري بمنصب الرئاسة، منصب الرئاسة الحالي الذي الحديث عنه يطول، وبما هو يعني يدور حول هذا المنصب في المجتمع الجزائري. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة التي نعيشها، هذا المنصب المفقود، هذا المنصب الغائب، هذا المنصب الشاغر، حتى ولو أننا مثلا نجد الكثير من المسؤولين أو من المواطنين يعني يقول لك لا، هناك رئيس، هناك منصب يقوم بدوره، يعني هو يحاول يخادع هو نفسه كذلك ويخادع الآخرين. ولكن في الواقع هناك مسؤوليات معينة، هناك مؤسسات عليا معينة التي بدورها تقوم بالتحسيس لهذا المنصب الشاغر، هي كذلك تعيش في حالة لا مبالاة لهذا المنصب الشاغر. وبالتالي لما تعيش في هذه الحالة تاع لا مبالاة، ماذا يصدر عن ذلك؟ قد يصدر كل شيء. يعني قد نرى في هذه الحالة يترتب عن ذلك تداعيات نجهل مسارها ونجهل تأثيرها على المجتمع بصفة عامة. كل ذلك يعني ينتج
عن حالة اللامبالاة التي نتكلم عنها، مثلها مثلا قد يستغل هذه الفرصة انتهازيين كثيرين وأصحاب يعني خونة وناس جهلة، ويستغلون هذه الظروف، وقد مثلا هناك ناس حتى حركة يستغلون هذه الظروف للانتقام من عائلة الشهداء والمجاهدين أو من المواطنين الجزائريين كلهم، سواء كان ذلك بطريقتهم الخاصة أو بالتعاون مع أطراف معينة أخرى. فبالتالي يعني هذا جبنا هذا المثال نتاع منصب الرئاسة لأنه هو أعلى في المسؤوليات، ومما يترتب عنه قد يترتب عنه بكثير، وحتى نعطي المثال والأمثلة على ذلك كثير. اللامبالاة على الفرد عندما مثلا يفرط في الأكل والشرب، وهذا معروف عند سائر الناس، الإنسان تلقاه يفرط في الأكل وفي الشرب الدائم ولا يبالي بالعواقب، فبالتالي قد تؤدي به إلى السمنة وإصابته بمرض مثلا مثل الكوليسترول أو أمراض أخرى. اللامبالاة في السرعة مثلا، حتى نضرب مثال آخر، الإنسان مثلا يكون يسوق سيارة، هو يعرف عنده سيارة على حد قدره، ربما تكون من صنع صيني، حتى ما تكونش عندها يعني ما تكونش هي سيارة من ذاك النوع اللي تقدر ترتكز عليه، وتلقاه مثلا يعني لا يبالي، يعني لا يبالي بالسرعة ويمشي ويجري حتى في آخر المطاف، تؤدي به إلى الهلاك وهلاك الآخرين. بالتالي أن تأثير المبالاة وإن كانت على الفرد أو كانت على الأسرة أو كانت على المجتمع لها تأثير سلبي جد سلبي، سواء كان على الفرد يعني تقدر تدي به إلى الانعزال، إلى الانكماش، إلى الانحراف، إلى المرض العصبي، إلى 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 إلى, 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 إلى الانتحار كذلك، قد يصيب ذلك إلى هذا في حالة لما كان الفرد. في الأسرة يؤدي مثلا اللامبالاة الزوج مع الزوجة، مع المشاكل العائلية، مع الأبناء، مع الأمور، مع المسؤوليات، قد يؤدي إلى عدم تحمل العواقب، وبالتالي يؤدي إلى تشتت الأفراد الأسرة، وعندما تتشتت الأسرة هناك أمور أخرى قد يعني تأتي من بعد. والمجتمع بصفة عامة هذه الظاهرة عندما تعم على كل المستويات، على كل الطبقات، على كل الأفراد، يعني عندما يعني تتفاقم وتكثر، بالتالي قد يولد ذلك بمرور الزمان بما يسمى بالانفجار، والانفجار يأتي بالهلاك والدمار والخراب. هذا ما لدي أنا قلت في هذا المجال. نعم، شكرا الأخ نوري. دائما في هذا الإطار هذا نتاع اللامبالاة، بعد ما درنا تعريف لللامبالاة وتحدثنا على الأنواع نتاعها وقلنا على الأسباب نتاعها، يعني تحدثنا ولو بشكل يعني مختصر، تأثير نتاع اللامبالاة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع بطبيعة الحال ستكون وخيمة. كيفاش؟ ناخذ كمثال، أعطينا نوع من الأنواع نتاع اللامبالاة، قلنا اللامبالاة الفرد تقدر تكون لامبالاة المواطن للمواطن، مثلا واحد مريض، واحد قال مثلا صديقه فرضا هو لا يبالي بالمرض نتاعو، واش راهو راه يحدث؟ اول شيء اللي راهو راه يحدث هو انه هذاك المريض هذاك اذا كان هو انسان حساس، واذا كان هو انسان يغضب، واذا كان هو انسان ربما يحاسب الصديق نتاعو، راه رايح يوبخو، هذه الحاجة الأولى. وفيما بعد إذا كان هذاك الشخص لا مبالي بالصحة نتاع الصديق نتاعو، بعد مدة راه رايح تنقطع هذيك الصداقة بيناتهم. هذا أول شيء، يعني ناخذو كمثال نتاع مواطن المواطن. واحد لا مبالي في الأسرة، واش راه رايح يحدث؟ راه رايح يحدث انقطاع داخل الأسرة. قال مثلا واحد هو لا يبالي بالعائلة نتاعو، لا يبالي بالأب نتاعو والأم نتاعو، ولا يبالي بالأقارب نتاعو،
فيما بعد واش راهو راه يحدث مع مرور الزمن، مع مرور الوقت راهو راه يحدث انقطاع. لما واحد ايضا قال مثلا في الاسره يكون هو مثلا غريب، ولا واحد يتصل به، ولا واحد يسال عليه، لا مريض ولا راهو فرحان ولا راهو حزين ولا راهو عنده ولا راه ما عندوش، مع مرور الوقت يتصير فيه قطيعه بين هذاك المغترب هذاك والاسره نتاعو. هذا الواش راجع للامبالاه، سواء الناس اللي راهم قال مثلا هما في البلد وهذاك الغريب هذاك هما ما يهتموش به، ولا العكس يكون هو راهو غريب وراهو هو لاباس عليه وراهو ما خصاتو حتى حاجه، ولكنه هو لا يبالي بالاسره نتاعو، باباه امه خاوته اصدقائه العشيرة نتاعو ابناء المنطقة نتاعو ابناء الحي نتاعو كيف كيف، راه رايحة تحدث قاطعة بينه وبين الاسرة نتاعو، بينه بالاصدقاء نتاعو، بينه وبين اهل الحي نتاعو الى غير ذلك. ايضا لما يكون هو شخص سياسي قال مثلا لا يهتم هو بالشأن العام، المفترض هو انه شخص سياسي هذا يكون هو مهتم بشأن العام، يكون هو قال مثلا تصرع حادثة في البلاد هو ما يعلقش عليها، لا يعير اهتمام للشأن العام هذاك، تصرع كارثة مثلا في البلاد قال مثلا ما على باليش يعني يموتوا 40 ولا 50 ولا 100 ولا هو ما على بالوش واش راه رايح يحدث، المجتمع كامل راه رايح يوقف ضده. لماذا؟ وهذه رانا نشوفوا فيها درك مع الرؤساء ورانا نشوفوا فيها مع الحكومات، المجتمع هو يولي لا يقيم له اي اعتبار وتصير القاطعه. رانا نشوفوا دوك مثلا المسؤولين مثلا تصرى كارثه في منطقه، شوفوها مثلا في الدول تاع الغرب، راكم تشوفوا ذاك النهار مثلا في فرنسا ما عندهاش عندها اسبوع، قال شخص قتل شرطي وواحده معه، رئيس جمهوريه يتحرك، رئيس حكومه يتحرك ويروحوا يديروا ما ذكرى واحتفال ويديروا مراسم لهذاك الشرطي هذاك، بينما في البلاد تلقى 30 40 ما على بالهمش بهم. حتى صرنا الان درك شفنا مثلا مؤخرا في منطقه من المناطق نتاع الجنوب صارت حادث نتاع مرور هو اودت واسمه قتل اكثر من 30 شخص ولا واحد تحرك من المسؤولين نتاعنا. في المقابل رانا نشوفوا دوك في التعاطف مع هذ المثليين اللي هما في امريكا، يعني صاروا مهتمين بما يحدث في الخارج، وهذه رانا صرنا نشوفوا فيها وصرنا نسمعوا برقيه نتاع التعازي، بينما الابناء نتاع المنطقه نتاعهم اللي المفترض هو انه يتحركوا من اجلهم ومن انه يقطعوا الزيارات نتاعهم ويقطعوا العطل نتاعهم ويروحوا ما يحضروا، لا، فيما بعد واش راهو راه يحدث؟ رايحه تحدث القاطعه، وهذا الشيء اللي راهو الان حاصل، قاطعه بين الرئيس والمرؤوس، هذا الشيء اللي الان رانا نشوفوا فيه. لما تكون هناك قاطعه، يعني درك هذه الانواع اللي كنا نذكروا فيها درك، قطيعة والله لا مبالاة نتاع الداعية للمصلين، قطيعة ولا مبالاة للظروف نتاع الناس، ظروف تاع المجتمع، ظروف تاع المنطقة، ظروف تاع اسمه المناخية إلى غير ذلك، للغربة، للغريب، في الصحة، في الأعراس، في الموت. مرات تلقى مثلا واحد في الأسرة قال مثلا واحد يموت باباه ولا تموت أمه ما يعزيهش، عزاء ما يعزيش، فيما بعد واش راه راح تحدث؟ تحدث القاطعة. إذا كل هذه الأنواع اللي كنا نذكروا فيها دركا لما تحدث اللامبالاة هي تحدث القاطعة، وفيما بعد لما تحدث القاطعة يكون ما كانش التواصل ويولي كل واحد راه ولا تيبهمو، وهذا الشيء اللي الان دوك رانا نشوفوا فيه راي العين، هذا اللامبالاه من بعد تولي تعم وتولي طامه في المجتمع.
لأنه التعذير نتاع اللامبالاة لما يكون هناك واسمه فرد ولا مواطن، ربما التأثير نتاعها يكون في بقعة معينة. يعني ناخذ مثال، قال مثلا قطرة نتاع زيت ولا قطرة نتاع لاغريس، هذيك لما هي تحطها انت في بقعة معينة، التأثير نتاعها راهو يكون هو تأثير محدود. لكن لما تقوى، لما تكون مثلا ما على باليش انا 100 لتر، فهمت، 100 لتر نتاع زيت ولا 100 لتر نتاع واسمو نتاع البقعه هذيك نتاع، واش راه راح يحدث فيما بعد؟ راه راح تحدث كارثه. كذلك الامر بالنسبه للفرد والمجتمع. درك لما تكون اللامبالاه نتاع فرد، قال مثلا ما على باليش انا 10 من الناس في ولايه لا مبالين، واحد عنده ظروف، مرض نفسي، صدمة، ما على باليش أنا، جاهل، عنده ظروف، عنده أزمة مر بها، يكونوا 10 في مجتمع، 10 في 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 ولاية، ولا نقولوا 10 في مجتمع. لكن لما تكون كيما نقولوا الأمور مقلوبة، تصير قال مثلا اللامبالاة هي العكس، قال مثلا الغالبية لا مبالية، وعشرة من الناس هما اللي راهم هما قال مثلا عندهم هذيك المبالاة، راهم هما مهتمين بالشأن العام، وراهم هما يضحيوا، وراهم هما يحسوا، وراهم هما يواعي، وراهم هما مهتمين بالشأن العام، راهم يبكيوا هما لهذيك المآسي اللي راه يمر بها الشعب. بينما الغالبية ما على بالهمش، ما على بالهمش أصلا وش راهو رايح يحدث، راح تحدث كوارث في المجتمع. وهذا الشيء اللي الآن ذكرنا نشوفه فيه، صارت يعني فيه فئات كبيرة مع الأسف الشديد في المجتمع صارت لا مبالية. هك تشوفوا فيهم يعني ذكر الناس التي يبلورو، أنا هني ذكراني والله العظيم صدقوني، أنا في رمضان أنا مازلنا كما يقولوا رانا على دقائق من الإفطار، والله العظيم البارح كنت عندي طريق، خرجت لبرا نشوف المدينه هذيك وين راني ساكن هنا كلها صفراء. على بالي باللي راهو كاينه ماتش، على بالي كاينه ماتش تاع اسمه هذه تاع لور، والله العظيم صدقوني كاين ناس اللي ربما لو كان لقى طريق هو راهو في الجزائر يجي هو يتفرج، وربما ما على باليش كيفاش انا قدامي سطات، والله ما على بالي حتى شفتهم البرا. شفت من بعد قعدت نشوف الانترنت، انا قلت انا شكون اللي يلعبوا هذو، نلقاهم راهم لعبوا الايطالي مع نتاع لا سويت. هذا كمثال فقط، يعني درك انت راه واحد هو في الجزائر اكثر من واحد اللي راه عايش في اسبانيا، راه هو قدام الصطاد نتاع ريال مدريد وما على بالوش به، وراه هو واحد في قريه في ما على باليش انا منطقه نائيه كذا، راه هو تقول انت وكانه راه من تاع البرصة هذوك ولا من تاع الريال. بينما لما يتعلق الامر بالشان العام في البلاد نتاعو في المنطقه نتاعو ما على بالوش، لا مبالي. هذا الواش راجع درك الان نشوفوا الخلل وين راهو. الاخ نوري درك هذا الشيء اللي الان احنا رانا قدمناه وهذه الامثله اللي رانا مديناها، الخلل وين راهو؟ يا هل ترى راهو الخلل في الفرد؟ يا هل ترى الخلل في التربيه في التعليم؟ يا هل ترى الخلل في الاسره؟ يا هل ترى الخلل في المسؤولين هذو؟ يا هل ترى الخلل في النظام اللي ذرك هو وصلنا لهذه اللامبالاة اللي ما صارتش قال مثلا راه تتعلق بفرد او مجموعه من الناس، وانما صارت طامه، صارت مرض راه يعني يجتاح البلد باسره. تفضل الاخ نوري. نعم شكرا الاخ نوري. هو في الحقيقه الخلل بالنسبه لهذه الظاهره النفسيه الاجتماعيه التي اصبحت تفتك بالمجتمع الجزائري لها عدة أسباب. يعني الخلل مرتبط بعدة نقاط. النقطة الأولى ترجع يعني حسب رأيي طبعا إلى التداعيات العشرية السوداء وما ترتب عليها من بعد. نحن نعلم أن الحالة النفسية التي يعيشها المجتمع الجزائري بصفة عامة بعد
كل ما جرى في تلك الفترة، يعني ترك من بعده، من بعد تلك الفترة ترك ألم، ترك يعني دمار نفسي في داخل كل واحد منا، حتى وأنه ربما يحاول أن يتناساه من حين إلى آخر، ولكن هو في الواقع هو موجود فينا، لا يستطيع أي أحد أن يمحيه من ذاكرتنا ومن نفسيتنا، إلا ذلك الإنسان الذي عنده كره وحقد على المجتمع الجزائري بطبيعة الحال. ولكن الإنسان الوطني الحقيقي الجزائري، سواء كان يعني أصابه نصيب من ذلك القهر والمأساة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهو يعني مرتبط بهذا الأمر مباشرة، وهذا يدخل في الخلل كذلك، لأن الإنسان أو المواطنين الجزائريين بعد تلك الفترة القاسية التي مر بها يعني أصبح يقول لك دعني والسياسة، دعني والأمور، دعني، يعني باغي نعيش غير في السلام، باغي نعيش غير هاني، هذا ما كان، ما باغيش نرجع للوراء. وحتى اليوم يعني رانا مرينا سنين بعد تلك المرحلة، ومازال فيها الناس كثير يقولوها، مازال الناس لما تكلموا يقول لك لا احنا ما باغيش نرجعوا، في خوف من الرجوع أو الوقوع في نفس تلك المرحلة. بالتالي هذا يدخل كذلك في الخلل. هناك كذلك عامل آخر يدخل في الخلل، هي الممارسات التي تقوم بها السلطة الحاكمة تجاه المواطنين بصفة عامة، من قمع وتهميش وحرية التعبير وما شابه ذلك. كل هذه الأمور يعني تسد الخناق وتجعل أن المواطن الجزائري دائما متنفر، عنده سلوك متنفر، وكما كنا ذكرنا سابقا يقول بعض المفكرين في التعريف أن اللامبالاة هي سلوك اجتماعي منفر. إذن من هذا السلوك المنفر الاجتماعي تخلق، يعني تنتج ظاهرة اللامبالاة. يعني تقول كيفاش أنا هذا اللي ظلمني، اللي قهرني، اللي دار لي، اللي فعل فيا، اللي ما يعطينيش حقي، اللي يخليني نستنى 30 سنة وأنا نتبع فيه باش يعطيني سكن، اللي ما يعطينيش وظيفة، اللي هجر لي أولادي للخارج، اللي كذا وكذا. كيفاش يقول لك أنا نعتني أو نبالي به أو بسلطته أو بحكمه؟ يجعل هذا المواطنين يجعلهم منفرين. كذلك يعني هناك أمور كثيرة تدخل فيها في الخلل، هو غياب الوعي الاجتماعي كما ذكرنا سابقا. الوعي الاجتماعي له دائما دور كبير، لأنه الوعي الاجتماعي هو ليس وعي الفرد الخاص به. أنا نقدر نكون واعي بنفسي، وأنت تقدر تكون واعي بنفسك، ولكن الوعي الاجتماعي الذي يشمل كل المجتمع أو الفئة الكبيرة من المجتمع، الفئة التي تريد الإصلاح أو التغيير، لو يعني لما كانش عندها وعي اجتماعي ما تقدر تدير أي أمر، ما تقدر لا تدير لا تغيير لا إصلاح لا أي أمر من هذه الأمور، حتى ولو كان أعطيت الأمر في أيديهم، حتى ولو أعطيت الأموال، لأن الوعي الاجتماعي هو معناه في هذا الأمر هو الحماس، هو الاجتهاد، هو الاهتمام لكل قضية، سواء كانت قضية صغيرة أو كبيرة أو متوسطة. ربما أنت أو أي إنسان ينظر إلى أمر موجود الآن أو قضية سائرة في المجتمع الاجتماعي في المجتمع الجزائري تظهر له لا لها قيمة، ولكن بالوعي الاجتماعي يعني تدرك أن تلك الشيء الذي لا تعطيه قيمة له دور ومكانة، وربما له هو العمود الأساسي في بناء الدولة. يعني ها هو دور الوعي الاجتماعي، يعني كيفاش ننظر جميعنا، كيفاش ننظر للقضايا التي تهمنا جميعا، لا ننظر لها بتلك يعني الأفكار يعني المبنية على
على المفاهيم الغالطة والمشبوهة التي شوهها الإعلام، وعلى التاريخ المزور، وعلى كل هذه الأمور. يكون ذلك الوعي الاجتماعي الذي مبني على الأفكار وعلى الحقائق وعلى التصورات المبنية على المنطق وعلى العقل، هكذا يبنى الوعي الاجتماعي، وبالتالي يخلق ذلك الحماس وذلك الاهتمام نحو القضايا، ونتجنب ظاهرة اللامبالاة. أي بمعنى آخر، إذا رأيت اللامبالاة تنتشر وتكتثر، فاعلم أن في المقابل هناك ارتفاع في الجهل وانخفاض في مستوى الوعي الاجتماعي، وبالتالي الوعي الاجتماعي يدخل في الخلل كرئيسي كذلك. هناك الخلل طبعا في الناس اللي هما عندهم نصيب من المسؤولية في هذا الأمر، سواء كان ذلك في الإعلام بالدرجة الأولى، السلطة الرابعة هي كذلك تلعب دور كبير في هذا المجال، بدلا مثلا من أنها تدلي بآراء وأفكار، يعني تصحح تصورات، يعني تثري وتعطي حماس، ويعني كيفاش تناقش الأمور، كيفاش تعالج، تجدها أنها تخدم النظام المستبد وتشكن المواطن وتهدئ عن طريق الإعلام المزيف وما شبه ذلك. ولا ننسى كذلك الناس اللي عندهم كذلك نصيب في التربية، في العلم، في المعرفة، في كل مثل هذا الأمور كذلك. حتى الناس الذين ربما لهم يعني من يعني لهم مكانة راقية في أوساط المجتمع بدون ما تكون لهم مناصب، مثلا الناس اللي هم يسمعون لهم الناس كذلك، كما هم معلومين في الجماعة، في 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 الشارع، في المقاهي، في ما شابه ذلك. يعني كل هذا يدخل في 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 الخلل. هذا ما أردت أن أقوله في فيما يخص هذا الجانب اللي هو الخلل. نعم. وترك الكلمة. نعم، شكرا الأخ نوري. فيما يتعلق بالخلل نتاع اللامبالاة، حسب الاعتقاد نتاعي وحسب الوجهة نتاع النظر تاعي، هو أنه هذا اللامبالاة هي تعود لتراكم، تراكم نتاع السلبيات وتراكم نتاع المشاكل دون حلول. يعني هذا الإنسان، هذا اللامبالي، هو لا يخلق هكذا، يعني يجي لامبالي يعني من نهاره يخلق لامبالي، هو يمر بظروف. درك هذا الشخص، هذا اللامبالي، تروح انت درك مثلا تشخص الوضعية نتاعو، تلقاه باللي إنسان هو تعرض للمشاكل، تعرض للصدمات، تعرض للهزات، تعرض للمكائد، وتلقاه هو هذاك الامر هذاك اللي هو اللامبالاة هو نتيجه وصل ليها. يعني مش هو شخص هكذا يولد لامبالي، بمعنى انه اللامبالاة هذه مرض تلحق ليه، نتيجه يعني تلحق ليها لو كان ما يكون تكونش هناك وقايه، ولو كان ما يكونش هناك تحسيس وتوعيه، ولو كان ما يكونش هناك عمل، وما تكونش هناك فرص، وما يكونش هناك بديل لهذاك الانسان اللي راهو هو ذوك مثلا راه مصاب بهذا الامر هذا، راهو رايح فيما بعد يولي يتاصل هذاك المرض هذاك، وفيما بعد راهو رايح مش يدفع فقط غل الفرد هذاك، راهو رايح يدفع المجتمع للهلاك. اذن في هذا اللامبالاة هذه هي نتيجة للسبب نتاعها الرئيسي هو جاية من هذا التراكم نتاع المشاكل والخلل، خلل مشترك. يعني انت درك لما يكون هناك فرد نتاع راك راح انت تعالجه، ما حليتش المشكلة، لأنه المشكلة الآن ما راهيش في شخص والله، في مجموعة من الناس، المشكلة الآن راها صارت عامة، وانت باش تعالجها لازم تحدد الخلل. يا هل ترى الخلل هو راه في منطقه، يا هل ترى راه في اسره، يا هل ترى راه في فرد، يا هل ترى راه في مؤسسه، يا هل ترى راه هو درك قال مثلا في الرئيس. لما انت دوك انت تعالج المشكل هذاك راك راح فيما بعد انت تلقى الحل. الخلل لما تحده، يعني مثلا كيما السياره، سياره لما تحبس
لما انت تشخص هذيك الحالة المرضية نتاع السيارة، لما تلقى الخلل وتقترح انت البديل، راك فيما بعد انت راك راح تعالج المشكلة هذيك. احنا دوك كيفاش راح نعالجوا المشكلة هذيك؟ لو كان ما نحدوش الخلل تحديد صحيح، فيما بعد العلاج نتاع المشكلة هذيك ما نلقاوش. بالتالي الخلل فيما يتعلق بنتاع اللامبالاة ما راهوش مس شخص معين، وانما دوك هذا المرض هذا راهو عام. اللامبالاة راه موجوده في الاحزاب، موجوده في المجتمع، موجوده في الاسره، موجوده في المسجد، موجوده في كل مجال. بالتالي درك اذا كان حبينا احنا العلاج هذا لازم يمس المجتمع كامل، يمسه بمعنى انه لازمنا الحل في الاعلام، في السياسه، في التربيه، في الصحه، في الدعوه، في النقل، في كل مجالات. وين راهو كاين المرض هذا نتاع اللامبالاة راهو متأصل لازمنا نعالجوه. إذن العلاج نتاع هذا المرض هذا لازم يكون علاج تام. والخلل راهو عام، ما راهوش جاي قال مثلا في شخص أو في فرد أو في مجموعة من الناس، راهو الخلل راه موجود كيما يقولوا من الرئيس للمرؤوس، وجاي هو النتيجة نتاع تراكمات. بمعنى انه الشعب الجزائري هو راهو تعرض للمكائد في اثناء الفتره نتاع الاستعمار، تعرض الى كوارث طبيعيه نتيجه نتاع الزلازل، نتيجه نتاع الفيضانات، نتيجه نتاع الفساد اللي راهو عم، هو ايضا الرشوه، نتيجه نتاع عدم واسمه نتاع التكافؤ نتاع الفرص. تلقى مثلا انسان هو راهو قال مثلا عنده باباه او عنده واحد من الاقرباء نتاعو تتاح له الفرصه، قال مثلا ما ينجحش في جهه يروح يدير حاجه واحده اخرى، بينما هذاك ابن الزوالي وابن الفقير هذاك فيما بعد هو يتحقر، خاصه الحقره ايضا هي راهو ايضا سبب من الاسباب هذه نتاع اللامبالاة. الحقره تعم تولي تصير على المستوى الوطني، ايضا هي سبب من الاسباب هذه نتاع اللامبالاة. يصير لك هو هذاك المواطن كأنه الوجود نتاعه والعدم نتاع الوجود نتاعه كيف لا مبالي، الانتخابات ما على بالوش. لماذا؟ لأنه هو الصوت نتاعه غير مسموع، يقول لك أنا نروح ننتخب ولا ما ننتخبش ما على بالوش، سمع الصوت نتاعي مش محترم، ما عندوش قيمة، يقول لي أنا ما يروحش، لا يبالي بالانتخابات. إذن هذيك تراكم هذيك نتاع المشاكل دون يعني إيجاد الحلول تؤدي هي بالمواطن هي للامبالاة. وفيما بعد الخلل هذا، الخلل راه كما قلت متراكم. يعني تحدثنا المرة اللي فاتت عن الغش، يعني لما يكون هناك الغش في الامتحانات والغش في الانتخابات والغش في السلع، كيفاش راح تقول انت دوك المواطن هذا خلاص درك راه دوك في كل مره كل من نناقشوا موضوع نلقاو باللي في الاغلبيه نتاع المواضيع نلقاو باللي هذه الاشياء هذه راها متراكمه. بطبيعه الحال فيما بعد الحلول لازم تكون حلول جذريه، مش حلول نتاع ترقيع. حلول لازم تكون حلول جذريه وحلول ناجعه، والا رانا راح نرجعوا للنقطة البداية. الأخ نوري في نهاية هذا البرنامج واش تقترح انت كحلول على جل باش نعالجوا هذه المشكلة هذه نتاع اللامبالاة؟ نعم، شكرا أخ نوري. هو في الحقيقة الحلول تختلف من نوع إلى آخر. فمثلا إذا تكلمنا على الناس اللي عندهم نوع من المبالاة، الذين مثلا مدمنين على الأقراص والمخدرات وما شابه ذلك، هذا طبعا عندهم حل، هذا حل وحلهم يعني معروف عالميا، هناك مستشفيات خاصة وهناك مؤسسات خاصة تقوم على ذلك، معروف فيها عالميا. إذا تكلمنا مثلا عن الجانب مثلا الذي هو عايش في 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 غياب عن الوعي والإحساس، ذلك النوع مثلا الذي هو لاهي بين الرياضة، اللي لاهي في الرياضة واللي لاهي في مش عارف أنا في كل واحد ماشي فيه هو وناسي يعني القضايا الكبرى،
هذا كذلك عنده علاج كذلك خاص، وعنده مثلا عنده إطار خاص يقوم به. وأنا أظن أن هذا النوع يتركز يعني بصفقة كبيرة على الشباب بكثرة، وبالتالي لازم هناك يعني تكون هناك حركة، سواء كانت من الشباب نفسهم أو من المستويات الأخرى، تعمل على يعني استيقاظ هذا الفئة من غيابه أو من منامه في هذا المجال، وبالتالي يعني أن يعي وأن يحس بالتحديات وكيفية مواجهتها. هذا مثلا في هذا النوع. في هناك كذلك نوع آخر، مثلا هناك مثلا يقول لك ماذا ينتج عن المبالاة. بطبيعة الحال هو عندما نصبح كلنا لا نبالي، ويصبح المجتمع لا يبالي، كلنا لا مبالي، فماذا يحدث؟ فيحدث أن هناك طرف آخر يبالي بنا. يعني لا تظن أنك أنت حر وأنت يعني تمشي على حسب هواك، لا، هناك طرف آخر، هذا الطرف سواء نعلمه أو لا نعلمه، هو الذي راه يبالي بنا. يعني هو ما راهش عايش الحالة نتاع المبالاة، هو راه واعي وراه مستيفق وراه عارف وراه يسير الحالة نتاع بينا وراه يبالي بنا، وبالتالي يسيرنا كما يحب، كرهنا أم بغينا، سواء هذا الإطار كان إطار خارجي أو كان إطار من الداخل. هذا الإطار قدر يكون من الانتهازيين والخونة والجهلة والسراقين، واللي يتحكموا فينا ويسيرونا كما يحبوهما ويستعبدونا ويستبدونا، وإحنا ما علينا إلا إنسية، حبيت أم كرهت، هذه هي اللامبالاة. إذن المعالجة نتاع المبالاة هي في الحقيقة أول شيء يرتكز عليه الفرد هو الابتعاد عن التكاسل، لأن الكسل معروف، الكسل هو العدو نتاع النجاح، هو عدو كل روح المبادرة. كل ما تكون هناك مبادرة الكسل هو اللي يجعلها يقتلها. فبالتالي أول شيء هو التكاسل، لازم الإنسان يربي نفسه على الاجتهاد ولو بنصيب معين. احنا ما راحش نقول ان هذا الاجتهاد يعني يقوم ليلا ونهارا صباحا وعشية بأموال وكذا، لا، ولو يعني شوية شوية، اليوم الأسبوع الجاي الشهر الجاي، وهي هكا الأمور يعني تزيد وتكثر حتى نوصل إلى ما نشدو إليه. كذلك النقطة اللي قدر نضيفها هو الابتعاد عن المشاعر السلبية. احنا نشوف هذا الفيسبوك الآن كيف يتعامل مثلا به في المجتمع الجزائري، لا يحسنون استعماله. وعندما نقول لا يحسنون استعماله، هذا لا يعني أنني يعني أطيح من قيمة المواطن الجزائري، لا، بالعكس، أنا أريد أنه يعني يرتقي إلى مستوى عالي، لأن من خلال المنشورات التي يقدمها هي منشورات تؤدي إلى المشاعر السلبية في الأصل، تؤدي إلى أمور تأتي من الظلام، لا تفيد في الوعي، لا تفيد في أي شيء. يعني لماذا الإنسان لا ينشر منشور قد أستفيد منه أنا ويستفيد من الآخر والآخر، ولو كلمة ولو صورة ولو أي شيء؟ إذن هذا يعني جانب ذكرته يعني منفصلا، لأنه يلعب دور كبير في هذا الميدان كذلك. وكذلك لازم الاقتراب من الشخصيات التي يعني تحث على الاجتهاد والعمل والتفاؤل، وأن يتمسكوا بهؤلاء الناس وأن يديرهم قدوة في الأمام، حتى أنهم لا يصيبون بالكآبة وبالانحطاط وما شابه ذلك، وبالتالي باللامبالاة. هذا ما لدي أن أقول أخ نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي نوري. إذن الإخوة والأخوات، كان هذا هو البرنامج تاعنا اليوم حول اللامبالاة في الجزائر. صح الفطور الجميع. شكرا للإخوة اللي راكم تسمعوا فينا من عدة دول. نلتقي إن شاء الله في برامج واحدة أخرى. المهم الإخوة، كنت وعدتكم منذ فترة هو أنا ننشر لكم الرواية تاع ليلة الإنقلاب، راني نشرتها
وراني وضعت الرابط على الصفحة نتاع الفيسبوك نتاع المصالحة الجزائرية والصفحة نتاع الخاصة، إذا كان إخوة مهتمين بهذا الأمر ويحبوا يطالعوا الرواية راها موجودة على الانترنت، تقدروا تطالعوها تستفادوا منها. هي راها رواية قصيرة ماهيش يعني طويلة بزاف، فيها حوالي 100 وشي حاجة هكذا، تقدروا تطالعوها. فيها فصلين، الفصل الأول هو يحكي على النية كيفاش كانت موجودة بكري، كيفاش كانت هناك اللحمة، كيفاش كان هناك تواصل، كيفاش كانت الأسرة متماسكة، كيفاش كانوا يعيشوا في ظل الطبيعة، إلى غير ذلك. أمور نحكي على الزواج، على الطلاق، على كيفاش كانوا عايشين يعني في ظل هذيك الفطرة السليمة، ولما حدثت ليلة الانقلاب فيما بعد وش الشيء اللي حصل. الفصل الثاني هو الحسد، الكذب، الغش، الأمور هذيك اللي دمرت النسيج ودمرت الأسرة، وشفتوا وش اللي راهو الآن حاصل في المجتمع. المهم هي فرصة على جال باش الإنسان يستذكر شي اللي حدث في السابق، شي اللي عشناه خاصة في الفترة ما قبل ليلة الانقلاب، أشياء اللي راح تفرحكم، أشياء اللي راح تذكركم بالحنين، ذكركم بالطفولة، ذكركم بالحياة الريف اللي ما فيهاش تكليف إلى غير ذلك. وفي المقابل تنظروا نظرة يعني خاطفة للشي اللي وقع فيما بعد ليلة الانقلاب. وأتمنى هو أنه رقم تستفادوا من هذه الرواية. أتمنى هو أنه خاوتنا في ليبيا، في مصر، في سوريا يطلعوها وراهم راحين يستفادوا الكثير منها. إذن صح الفطوركم، إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا غدوة في برنامج نتاع المأساة حول علي هارون غدا، إذا كان فيه إخوة مستعدين باش نشاركوا في هذا البرنامج، إذا كان راهو ثقيل عليكم الجو في رمضان نخليكم تكملوا رمضان ونلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. إذن إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، صحة لفطوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ نوريا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صح. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.